بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة وطالبات المستوى الثاني في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة التاسعة من مقرر الإحصاء التحليلي. في الحلقات السابقة تحدثنا في موضوع الاحتمالات، وكانت الاحتمالات فيها إما بنتكلم على أحداث بسيطة أو أحداث مركبة، والأحداث المركبة تعني وجود أكثر من حادث. في الأحداث المركبة اتكلمنا على قانون الجمع وقانون الضرب. الموضوع التاني كان موضوع دالة الاحتمال. في الموضوع ده اتكلمنا على تعريف دالة الاحتمال، ولقيناها علاقة بين متغير عشوائي س واحتمالات الحدوث ح س. العلاقة اللي بين س وح س إما أن تكون في شكل جدول، وده كان موضوع الحلقات السابقة. في الحلقات السابقة اتكلمنا على الخصائص المتغير العشوائي س اللي هو التوقع والتباين، واتكلمنا على شروط دالة الاحتمال. امتى الدالة اسميها دالة احتمالية؟ وكانوا شرطين يتعلقوا بالاحتمالات ح س، ان الاحتمال دائما يقع بين الصفر والواحد، والشرط الثاني ان يكون مجموع الاحتمالات يساوي واحد صحيح. ده ما تحدثنا عنه في الحلقات السابقة. اليوم نتحدث في موضوع آخر، وهو التوزيعات الاحتمالية. في الباب الثالث من التوزيعات الاحتمالية، ما هي المقصود بالتوزيعات الاحتمالية؟ قبل كده قلنا ان دالة الاحتمال علاقة بين س وح س. العلاقة دي اما ان تكون في شكل جدول وسميناها دالة الاحتمال، واما ان تكون في شكل قانون يربط الس مع الح س. لما يكون في شكل قانون بتسمى بالتوزيع الاحتمالي، تسمى بالتوزيع الاحتمالي. والمتغير العشوائي س ايا كان متقطع او متصل له دالة احتمالية. عندما ترسم هذه الدالة بيانيا بتاخد شكل منحنى. هذا المنحنى اما ان يكون منحنى متماثل، يعني قمة المنحنى في المنتصف كما سنراه فيما بعد، أو قمة المنحنى في اليمين أو اليسار. عموما أي ظاهرة، أطوال، أوزان، أعمار، درجات، إنتاج، أرباح، أيا كانت الظاهرة فلها دالة احتمالية. وإذا كانت الدالة دي على شكل قانون بيسميها توزيع احتمالي. هنتكلم اليوم عن بعض هذه التوزيعات الاحتمالية. هناخد توزيعين يتعلق بالمتغيرات الكمية المنفصل أو المتقطعة، وهناخد توزيع آخر بيتعامل مع المتغيرات المتصلة أو المستمرة. التوزيعات الاحتمالية اللي هناخدها 3 توزيعات: توزيع ذو الحدين، وتوزيع بواسون، والتوزيع الطبيعي. التوزيع الأول والثاني ذو الحدين والبواسون دول بيتعاملوا مع المتغيرات المتقطعة، والتوزيع الثالث يتعامل مع المتغيرات المتصلة أو المستمرة. إيه الفرق بين النوعين من المتغيرات؟ المتغيرات المتقطعة متغيرات لا تقبل قيم كسرية، زي عدد الأطفال في الأسرة، زي عدد المساجد، زي عدد الطلاب، زي عدد الجامعات. أما المتغير المتصل فمتغير يقبل قيم كسرية، زي الأطوال والأوزان والأعمار. مفيش واحد طوله بيزيد سنتي مرة واحدة، ده بيزيد بمقادير متناهية في الصغر تكاد تكون تتسق مع بعضها. فالطول عملية مستمر، والوزن عملية مستمر، والعمر عملية مستمر إلى آخره. المقصود إن احنا هناخد توزيعين، 3 توزيعات: توزيع ذو الحدين وتوزيع بواسون، ده المتغيرات المتقطعة. وبعد كده هناخد التوزيع الطبيعي. يمكن حد يسأل اشمعنى هناخد 2 للمتقطع وواحد للمتصل؟ في الواقع ذو الحدين والبواسون متغيرات متقطعة، توزيع البواسون ده حالة خاصة من ذو الحدين. توزيع البواسون زي ما هنشوف إن شاء الله هو حالة خاصة من توزيع ذو الحدين. بمعنى أدق إحنا هنتكلم على توزيعين اتنين بس في الأساس، واحد يصف متغيرات متقطعة اللي هو ذو الحدين، والآخر متغيرات متصلة الطبيعي. طب والبواسون ده هيبقى استثناء من ذو الحدين. وعشان التوزيع البواسون ده مهم في الحياة العملية، زي ما هنشوف كتير من الأمثلة في الحياة العملية تقضي على قانون البواسون، زي حوادث الطرق،
زي الحرائق، زي أخطاء الطباعة، زي إنتاج السيارات، إنتاج الأجهزة الكهربائية بصفة عامة، إنتاج الطائرات، دي كلها زي التأمين على السيارات وعلى المنشآت وعلى الحياة، دي كلها ظواهر تخضع أو خاضعة لقانون البوصون. عشان كده كان من المهم إن احنا نتكلم على توزيع البوصون كحالة خاصة زي ما نشوف من توزيع ذو الحدين. يبقى هناخد ثلاث توزيعات ذو الحدين وحالة خاصة منه توزيع بواسون، وبعد كده ننتهي بالتوزيع الطبيعي. طبعا التوزيع الطبيعي من أهم التوزيعات في علم الإحصاء زي ما هنشوف، لأنه بيتعامل مع المتغيرات المتصلة. التوزيع الطبيعي بيتعامل مع المتغيرات المتصلة أو المستمرة، ودي كتيرة جدا في حياتنا. الأطوال، الأوزان، الأعمار، الرواتب، المسافة، المساحة، الزمن، دي كلها ظواهر في حياتنا تخضع لقانون التوزيع الطبيعي. اما نشوف اول توزيع عندنا، توزيع ذو الحدين. يعني ايه توزيع ذو الحدين؟ في ظواهر بتصنف الى وضعين اتنين او حالتين او حدين. لما يجي نفحص الوحدات المنتجه، اخد عينه من انتاج احدى الشركات وافحصها، نتيجه الفحص لاي وحده اما معيبه او سليمه. لما اخد عينه من الموظفين وافحص اي موظف، هلاقيه اما متزوج او غير متزوج، مدخن او غير مدخن، سليم او مريض. لما اشوف حاله الطلبه في بدايه العام الدراسي، هلاقي حاله الطالب، حاله القيد بتاعته يا ناجح يا راسب. لما اشوف الحاله الاجتماعيه او العينه من الطلاب، طلبه متزوجين وطلبه عزاب، لما ارمي قطعه عمله هتكون النتيجة ايه؟ يا ظهور الصورة يا عدم ظهور الصورة. اذا في التجارب دي اللي بتكون الحدث فيها بيقع مرة واحدة من بين حالتين ممكنتين، اسم مثل هذه الظواهر انها ظواهر خاضعة لذو الحدين. ظاهرة لا حدين اتنين بس، لا حالتين اتنين فقط، وعندما تتم التجربة عليها يقع حدث واحد. خدت عينة من الموظفين، دي تجربة. لما صنفه متزوج وغير متزوج، يبقى هذا المتغير اللي هو الحاله الاجتماعيه يتبع ذو الحدين. لما يقيس سلوك الحاله التعليميه، الاقيه متعلم او غير متعلم، يبقى متغير التعلم هنا، متعلم غير متعلم يتبع ذو الحدين. اما اسلوب اذا كان بيدخن ولا لا، يبقى حاله المدخن الشخص، حاله الموظف مدخن او غير مدخن، ساكن في الرياض او خارج الرياض. فدي كلها متغيرات او ظواهر تخضع لقانون ذو الحدين. اذا لو في عندي تجربه لها حالتين اتنين فقط، وعندما يتم القيام بها يقع حدث واحد، اقول عليها تجربه تخضع لذو الحدين. زي ما قلنا المره اللي فاتت برضو، رامي قطعه عمله عده مرات، دي تجربه. في كل رميه، في كل محاوله، اما ان يقع الحدث او لا يقع. يبقى الظواهر اللي ليها حالتين فقط اسميها ظواهر تخضع لتوزيع ذو الحدين. طيب في ضوء الظواهر دي او في ضوء التوضيح ده، امتى هستخدم توزيع ذو الحدين؟ ايه الشروط بتاعته؟ ايه الاسس؟ قال لي اسس ذو الحدين او شروطه ان عندي تجربه بكررها نوع من المرات. تجربه بكررها نوع من المرات، زي إلقاء قطعة عملة عدة مرات، زي اختيار عينة من العمال، اختيار عينة من الموظفين، اختيار عينة من الإنتاج، رمي قطعة عملة، دي اسمها تجربة أو محاولات. عندي تجربة عشوائية بكررها نوع من المرات عشان بدور حدث معين، ألاقي الصورة، ألاقي موظف متزوج، ألاقي موظف مدخن إلى آخره. المحاولات دي مستقلة عن بعضها البعض، اي بعض الحدث في المحاوله الثانيه لا تعتمد على المحاوله الاولى. في كل محاوله بقوم بيها، في كل رميه من رميات قطعه العمله، في كل مره بختار موظف وبساله اذا كان متزوج او غير متزوج، بيبقى احتمال وقوع الحدث عندي احتمال ثابت. الحدث اللي هو ايه؟ ان الاقي صوره، الاقي موظف متزوج، الاقي طالب ناجح، الاقي موظف مدخن الى اخره. فاحتمال وقوع الحدث في اي محاولة مقدار ثابت قدره لا.
يبقى في ضوء بقى معلومية تجربة حجمها نون واحتمال وقوع حدث معين لام، اقدر اجيب احتمال وقوع هذا الحدث عدد قدره س من المرات. اذا كان عندي تجربة بكررها نون من المرات وفي كل مرة اما ان يقع الحدث او لا يقع، في هذه الحالة اقدر اجيب احتمال وقوع هذا الحدث س من المرات. يعني ايه برضو الكلام ده؟ عشان نقربها لك، ألقيت قطعة عملة 20 مرة، يبقى أنا كررت الرمي كم مرة؟ 20، تبقى نون ب20. في كل رمية احتمال وقوع الحدث اللي هو الصورة نص، يبقى أنا عندي هنا نون ب20 عايد الحالات الكلية. في كل مرة الحدث اللي هو الصورة بيقع باحتمال ثابت نص، يعني في الرمية الأولى احتمال الصورة كام؟ نص. طب في الرمية الثانية احتمال الصورة كام؟ نص. طب في الرمية الرابعة احتمال الصورة كام؟ نص. يبقى أنا عندي تجربة بكررها ونوع من المرات، أنا رميتها 20 مرة، في كل مرة يقع الحدث أو لا يقع باحتمال قدره لام اللي هو نص. في ضوء معلومية نون ولام أقدر أجيب احتمال ظهور الصورة مثلا 4 مرات أو 5 مرات، يبقى س هنا بكام؟ ب5. يبقى بمعلومية نون ولام أقدر أجيب احتمال وقوع الحدث س من المرات. أجيبه إزاي؟ بالقانون ده. ده قانون ذو الحدين او توزيع ذو الحدين. ح س يعني احتمال وقوع الحدث س. اجيب احتمال ده ازاي؟ نون قاف س تقرا هكذا، نون قاف س، قاف اللي هي التبديل والتوفيق اللي خدناه في المستوى الاول في الرياضيات، نون قاف س ضرب لام اس س ضرب 1 ناقص لام اس نون ناقص س. باحتمال وقوع الحدث س، احتمال ظهور الصورة 10 مرات يبقى س ب10، احتمال ظهور الصورة 3 مرات يبقى س ب3. ايه الاحتمال بتاعها؟ اقول نون قاف س ضرب لام اس س ضرب 1 ناقص لام اس نون ناقص س. ده قانون ذو الحدين اللي بيديني احتمال وقوع الحدث س من المرات. طيب المتغير س ده او قانون ذو الحدين ده خصائصه ايه؟ يقصد بالخصائص الإحصائية هنا حاجتين، التوقع والتباين. أي ظاهرة بدرسها لابد من حساب التوقع والتباين ليها، عملية مسلم بيها مش محتاجة تفكير. أي ظاهرة تدرسها، بدرس أطوال، بدرس أوزان، بدرس أعمار، بدرس إنتاج، بدرس أرباح، أي ظاهرة من دول بدرسها، أدرسها يعني إيه؟ يعني الأول مبدئيا أجيب ليها التوقع والتباين. توقع يعني إيه؟ يعني الوسط الحسابي. مش هسميه وسط حسابي، هسميه ايه؟ توقع. ليه مش هسميه وسط حسابي؟ لاني بتعامل مع متغير عشوائي اسمه س، فالوسط الحسابي للمتغير العشوائي س، الاطوال متغير والاعمار متغير والاوزان متغير، ما اقولش بقى متوسط الطول او القيمه المتوقعه للطول والقيمه المتوقعه للوزن لان المتغير عشوائي. من خصائص بقى، خصائص يعني ايه؟ يعني دي خصائص تخص فقط ذو الحدين. فالتوقع والتباين هنا لذو الحدين ان القيمة المتوقعة اللي هي ميو بتساوي نون في لام، والتباين للسيجما تربيع نون في لام في 1 ناقص لام. خلي بالك ان التوقع والتباين اللي خدناه قبل كده في الحلقات السابقة في دالة الاحتمال اللي هو مج س في ح س، ده لما تبقى الدالة في شكل جدول. التوقع والتباين اللي خدناهم في الحلقات السابقة كان لهم اشكال مختلفة، لها صيغ مختلفة. كان التوقع لو انت فاكر مج س في ح س، التوقع بالقانون ده هو كان لما تبقى الداله في شكل قانون. لكن ما تبقى الداله في اسف في شكل جدول، لكن ما تبقى الداله في شكل قانون، وقانون مين؟ قانون ذو الحدين، يبقى التوقع نون في لام والتباين نون في لام في 1 ناقص لام. طبعا الصيغتين دول مهمين ولازم نحفظهم لان هم اهم حاجه في ذو الحدين. طبعا عشان الكلام ده يبان ويتضح نشوف المثال الاولاني ده. بيقول إذا كانت نسبة المعيب في إنتاج أحد المصانع 20%، نسبة الإنتاج المعيب 20%، سحب عينة عشوائية 5 وحدات. سحب عينة عشوائية دي معناها تجربة، أنا قمت بتجربة وسحبت عينة من 5 وحدات. بيسألني بقى إيه احتمال ألا نجد بيها وحدات معيبة؟ يعني إيه احتمال عينة اللي أخدها ما فيهاش معيب خالص؟ وايه احتمال اجد فيها واحده معيبه؟
واحتمال اجد في واحده معي واحده واحده معيبه على الاكثر. السؤال ده بقى ما حلو بقى، السؤال ده استخدمه لزول حدين ليه؟ التجربه دي اللي هي اختيار عينه من 5 وحدات، هذه التجربه خاضعه لقانون ذو الحدين. ليه؟ لان اي وحده في العينه بفحصها تصنف الى ايه؟ معيب او سليم. يبقى في هذه الحاله استخدم ذو الحدين في هذه المساله في الحل، لان الوحده اللي باخدها في العينه اما صنفها معيب سليم، يبقى هذه المساله خاضعه لقانون ذو الحدين. يعني استخدم توزيع ذو الحدين في ايجاد الاحتمالات المطلوبه. بيقول لي في المصنع ده، في المصنع ده انتاجه 20% معيب. يعني ايه؟ يعني من كل 100 وحده تنتج بيجي لي 20 وحده معيبه، من كل 100 وحده بتنتج بيظهر فيها 20 معيب. انا خدت عينه من 5، لما اجي افحصهم ممكن يكون كلهم سلام، ممكن يكون كلهم معيبين، ممكن يكون واحدة أو اتنين بس معايا والباقي سليم وهكذا. فأنا خدت عينة من 5 وبسأل الأسئلة دي بقى. احتمال أجد فيها واحدة واحدة معيبة. احتمال ألاقي فيها ولا واحدة معيبة. احتمال ألاقي فيها 2 معيب وهكذا. يبقى التجربة دي تجربة خاضعة، تجربة يعني خدت عينة، تجربة خاضعة لقانون ذو الحدين. طب في ذو الحدين المعلومات اللي عندي هنا إن نون بخمسة. نون بخمسة اللي هو حجم عينة. طب ونسبة المعيب لام في القانون، لام هنا ب2 من 10 اللي هي 20%، يعني 2 من 10. لما لام ب2 من 10 يبقى 1 ناقص لام بكام؟ ب8 من 10. قانون ذو الحدين طبعا سين في القانون، اما نيجي نبص على قانون ذو الحدين اللي قدامنا ده، ح سين بيساوي نون قاف سين لام اس سين 1 ناقص لام اس نون ناقص. طبعا علامة الضرب دي ممكن اكتبها ممكن ما تتكتبش. ح سين يعني ايه؟ يعني احتمال وقوع الحدث سين من المرات. نون عندي هنا بكام؟ نون بخمسة. طب ولام؟ لام ب2 من 10. طبعا لما اعرف اللام ب2 من 10 اقدر اجيب 1 ناقص لام ب8 من 10. امال ايه السين دي بقى؟ ده سين دي متغير عشوائي. بيرمز لايه هنا بقى في المسألة دي؟ هل السين دي بترمز الى عدد المتزوجين؟ ولا عدد المدخنين؟ ولا عدد الصور؟ ولا عدد الراسبين؟ لا، ده سين في المسألة دي ترمز لعدد الوحدات المعيبة. سين هنا في القانون ده اهو ترمز عدد الوحدات الايه؟ المعيبة. طب كام بقى؟ سين دي بتاخد القيم اللي في المطالب اللي عندي. بيقول لي احتمال ان تظهر وحدة واحدة معيبة. اللي أول حاجة ألا نجد معيب. يبقى سين بكام؟ سين بصفر. أن نجد وحدة واحدة معيبة يعني سين بواحد. أن نجد وحدة معيبة على الأكثر يعني أقصى حاجة وحدة أو أقل، يبقى 1 أو 0. يبقى هنا عندي نون بخمسة، لام ب2 من 10. طب وسين؟ سين دي بتساوي 0 في المطلوب الأولاني ألا نجد معيب، أو تساوي 1. وحدة واحدة معيبة يعني سين بواحد في المطلوب الثاني. وحدة واحدة على الأكثر يعني أكثر شيء ألاقيه وحدة، أو إيه بقى؟ اقل ولا اكثر؟ اقل. يبقى 1 او ايه؟ ايه اللي اقل من الواحد؟ ينفع اقول 1 3 ارباع او اقول نص؟ لا، لانه متغير متقطع. يبقى يا 1 يا ايه؟ يا 0. ادي قانون ذو الحدين. نون عرفتها بخمسه، لام ب2 من 10، 1 ناقص لام ب8 من 10. ايه المشكله في سين؟ سين ده المتغير بتاعي. هنا بيرمز الى الوحدات المعيبه. يبقى سين دي تتحدد قيمها وفق المطالب اللي عندي. مرة سين بواحد، ومرة سين بصفر، مرة سين باتنين، مرة سين بتلاتة وهكذا. نطبق الكلام ده بقى. ادي قانون الاحتمال. النون ثابتة بخمسة واللام ب2 من 10. يبقى مرة احط سين بواحد، او مرة احط سين بصفر وهكذا. لما احط سين بصفر بقول لي احتمال الا نجد معيب. المعيب معناه سين، يبقى احتمال سين بتساوي صفر، هيبقى 5 ق 0 ضرب 2 من 10 أس 0 ضرب 8 من 10 أس 5 ناقص 0 يعني 5. طبعا 5 ق 0 هنشرحها فيما بعد، دي بتساوي 1. 2 من 10 أس 0 أي حاجة أس 0 بإيه؟ بواحد. فاضل 8 من 10 أس 5. أحسب دي على الآلة الحاسبة، ويا ريت المرة الجاية إن شاء الله في الحلقة القادمة تكونوا محضرين معاكم آلة حاسبة. 8 من 10 أس 5 هجيب عن طريق الآلة الحاسبة هيطلع الرقم ده. يبقى احتمال
الا نجد معيب، يعني س بتساوي صفر تطلع 3 من 10 او 3277 من 10000. المطلوب نمرة 2 بيقول احتمال ان نجد وحده واحده معيبه، يبقى هعمل اجي في القانون ده هو واحط س بكام؟ بواحد. طبعا النون ثابته واللام ثابته، يبقى احتمال س بتساوي 1 5 ق 1 2 من 10 اس 1 8 من 10 اس 5 ناقص 1 بكام؟ ب 4. 5 ق 1 اللي هي التوافيق دي تنطق هكذا 5 ق 1، دي ان شاء الله نقولها المره الجايه بعد ما يكون حضرته الاله الحاسبه، تطلع ب 5. 2 من 10 اس 1 هي ب 2 من 10، 8 من 10 اس 4 اجيب عن طريق الاله الحاسبه افكها يطلع في النهايه الاحتمال 4 من 10. طب المطلوب نمره 3 بقى بيقول احتمال ان تظهر او ان نجد وحده واحده معيبه على الاكثر، العينه من 5 وحدات، ايه احتمال ايه في وحده واحده على الاكثر؟ يعني اكثر شيء وحده معيبه او ايه بقى او اقل، ايه اللي اقل من الواحد؟ النص، ما ينفعش غير متقطع يبقى الصفر. يبقى احتمال وحده واحده معيبه على الاكثر تترجم بالرموز الى احتمال س اقل من او يساوي 1 على الاكثر، يعني اكثر حاجه 1 او اقل، يبقى س اقل من، دي علامه الاقل، س اقل من يساوي 1، اقل من او بحدث مركب تتفك لايه؟ يا احتمال س بتساوي 1 يا س بتساوي 0، يا تجي لي واحده معيبه يا ما تجينيش. احتمال س بتساوي 1 جبناه قبل كده تنزل هنا، احتمال س بتساوي 0 جبناه قبل كده تنزل في الحته دي، يبقى احتمال ان نجد وحده واحده معيبه على الاكثر يطلع 73 من 100. طبعا افكركم بس ببعض الحاجات في البديل والتوافيق خدتوها انتوا في الرياضيات في الترم في المستوى الاول، يعني 5 ق 0 بتساوي 1، 5 ق 5 بتساوي برضه 1، و5 ق 1 بتساوي 5. طب 8 ق 3 يا تجيبها عن طريق الاله زي ما نقول المره الجايه ان شاء الله، يا تفكها انت. 8 ق 3 انزل بال 8 دي 3 درجات، 8 في 7 في 6، وال 3 دي انت تفك لغايه ما توصل للواحد. طب 7 ق 2 افكها ازاي لو معيش اله حاسبه؟ انزل بال 7 درجتين اقول 7 في 6 وال 2 تنزل لغايه الواحد. لما اقول 9 ق 3 لو مش بالاله الحاسبه افكها على ايدي ازاي؟ اقول 9 افكها 3 مرات، 9 في 8 في 7 على 3 في 2 في 1 وهكذا. طبعا اي الكلام ده نقوله ان شاء الله المره الجايه لما يكون حضرته معاكم الاله الحاسبه. طبعا 5 ق 0 ب 1، اي رقم اس 0 ب 1 سواء رقم صحيح زي الخمسه او رقم عشري زي 23 من 100. مضروب دي اسمها ايه بقى السته دي يعني وجنبها علامه استفهام؟ دي اسمها مضروب سته. السته جنبها علامه استفهام اسمها مضروب سته. تتفك ازاي؟ تتفك من اول الصفر بتنزل الواحد، 6 في 5 لغايه الاخر. مثلا مضروب 4، مضروب 4 تتفك ازاي؟ تتفك 4 في 3 في 2، ده التبديل والتوفيق اللي خدته في المستوى الاول. طبعا ممكن استخدم الاله الحاسبه زي ما انتم شايفين كده، ان شاء الله المره الجايه نوضحها ونشوف ازاي استخدم الاله الحاسبه في حساب تلك العمليات. اعزائي الطلبه في هذه الحلقه اللي هي الحلقه التاسعه بدانا اول التوزيعات اللي هو توزيع ذو الحدين، لان توزيع ذو الحدين يتعامل مع المتغيرات المتقطعه، يتعامل مع المتغيرات التي تصف حالة واحدة من بين حالتين ممكنتين زي الحالة الاجتماعية للشخص متزوج أو غير متزوج، مدخن أو غير مدخن، ناجح أو راسب إلى آخره. في هذه الحالة بستخدم قانون ذو الحدين في إيجاد احتمال وقوع الحدث س عدد قدره أو س من المرات. واتكلمنا برضه في ذو الحدين من خصائصه إن التوقع بتاعه نون في لام وتباين نون في لام في واحد ناقص لام. في الحلقة القادمة إن شاء الله سنكمل الحديث عن توزيع ذو الحدين ونعرض أمثلة أكثر تكون أكثر إفادة وتوضيحا لموضوع ذو الحدين. شكرا وإلى ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.